الو الو شكون معايا؟ هو دخل فمك. الو شو معاك؟ الو وي الو شو معاك؟ اتكلم. مواطن صالح يا ولادي، مواطن صالح. الو الو، صباح الخير اختي. صباح الخير. لاباس اختي؟ الحمد لله. عندي تليفوني يطلب واحد يا مدام. كيفاش عندي تليفوني؟ اي يمكن الخيوط دخلت بعضها ولا يطلب وحده. اي طلبتش لمصلحه الحرفاء. نتاع شنو المصلحه هذه؟ مصلحه الحرفاء. تطلبهم تقول لهم راه تليفوني يتكلم وحده. ما انتم متابعين مدام، انتم تصلحوا ولا؟ اي انت وين تسكن بالضبط؟ ايه نسكن في اللاك، دار صادق ولدي. ايه مو تطلب، تمشي للوكالة التجارية اللي تتبعها. ايه تتصل بهم تشوف بالك شي فاتورة، عندك فاتورة مش خالصة. لا 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 مدام، لا لا شي ما تدخلش فيها طول. فاتوراتي كلها ما خالصين، اموري واضحة. فاتورة الماء، التليفون عنده داخل بالماء ولا؟ عايش خويا اخذلي اخذلي. كان مش من لاباري. هي فما ثلاث احتمالات، يا اما تكون لاباري متاعك سافابا، يا اما يكون على البيمون. شكون البيمون؟ للخلاص خلاص فاتوره خلاص عند ربي. انا قلت لك خلصت، انا نخلص مرتين. لا 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 لا، ما قلتلكش نتخلص مرتين. اما انا عطيتك الاحتمالات علاش يتيح التليفون يولي ياخذ ويعطي. اي هاك انت تو اعطيتني زوج احتمالات، هذاك هو راك. لا لا هو مازلت نسمي لك. والا ينجم. بالله هزر بشوي خطر، اني مزروبنا هذاك علاش. لا ما يسالش باهي. مرحبا بك يعيش. اخذ اللي يخذ يعيش خويا. امشي للوكاله اللي تتبعها. وانا نعرف عليها، انا تو الوكاله التجاريه اللي تابعه الصادق ولدي. انا نعرف عليها. عندنا وكاله في اللاك. في اللاك وين تسكن انت وين دار الصادق ولدك. فما وكاله تجاريه. وين بالضبط؟ كيفاش طلعها انا؟ افهمني. تطلق بلاكه كبيره وعريضه. تو تراها ادخل. وين ندخل؟ في البلاكة؟ لا لا لا، عايش خويا ولا عايش بابا. اي كيما تحب. عايش بابا. اي ادخل. اي قل لهم، اعطيهم رقمك. اي قل لهم رقمي الفلاني راهو ينوقز وحده. والله ينوقز وحده. اي مصدقتك، انا مصدقتك. لا نقول له ما يتكلم حتى حد. وما يكلمك حد؟ لا ما كلمني حد. بالك شي تحلم انت في الليل؟ نعم مدام. بالك شي تحلم؟ نحلم. اي يرحم والديك. ليه ليه بالك شي يا اخي، هو الحلم حاجه به يا راه. شني بالك شي تحلم؟ نحلم بالتليفون ونوقز. اي نجم. لا لا نفيق نفيق نلقاه نسمع ونوقز، خاطرنا تليفون يشعل يبقس بالاحمر وكذاك يشعل يبدا بقاس. انت تحكي على فيكس ولا على هاتف جوال الساعه؟ لا لا نحكي على الفيكسنا نتاع الدار. نتاع الدار مش في الدار، هو في الكوجينه، حاطه في الكوجينه. تي في الكوجينه ولا حتى في بيت النوم ولا في اي بلاصه؟ نحكي على الفيكس القار معناها، مش الهاتف الجوال. شكون القار؟ الهاتف القار نتاع التليفون نتاع الديار، اسمهم الهاتف القار. لا لا انا عندي اباري عاديه مدام، مش قار. يظل يا بابا قاعد ماكش تفهم في، انا نحكي انت يظل شاري اباري بورتابل وتحكي على الفيكس. لا 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 ماناش فاهمين بعضنا، يظل بالكدا خل نفسر لك. التليفون اللي ينوقز وحده يظهر لي البورتابل. زعما اي خاطر الفيكس كان ما يكلمكش حد ما ينوقزش. هي هو يطلب وحده ساعاتنا. توا يطلب ولا ينوقز؟ يطلب وحده وينوقز وحده. لا هذا يسمو طبيب. ها؟ يسمو طبيب. اي توا ما سامحني، ايش نعملنا بالضبط؟ هاني قلت لك تمشي للوكاله التجاريه، مرجع النظر نتاعك. اللي وين تسكن انت؟ والله نظري تاعب بنيتي. ها والله لطف عليك يا بابا لطف. معناها حطيت لي صبعك على سبحان، كيفاش عرفتني النظر نتاعي تاعب؟ لطف عليك. ليه لا مرجع النظر معناها اللي البلاصه اللي تبعتك. ايه اللي تتبعها معناها انت تمشي لها باش ما تقعدش تتعب في روحك. وتتعب في نظرك. تتصل باللاكتيل تقول لهم يا وليداتي راهي هذيا الليني راهي سافابا، راهي تنوقز وحدها ولا راهي تطلب وحدها. كي نلقاها مبنات كيفاش نقول لهم يا وليداتي؟ ريت كي تفسر لي بالغلط. ليه والله ليه والله ماني نفسر لك. كي نلقاها بنات يخدموا غادي كيفاش نقول لهم يا وليداتي؟ اي كلهم وليداتك، ما يسالش بنات ولا اولاد، كلهم وليداتك. اي ما يسالش معناها نورمال تمشي لهم تدخل تقول معايش وليداتي. ايه شوفوا لي التليفون هذا راهو ينوقز وحده ويطلب وحده. ايه خليه يشوفوه على السيستيم نتاعنا. ايه على المنظومة نتاعنا. ايه الملزومة. المنظومة شنية؟ المنظومة الملزومة. المنظومة شنية المنظومة؟ المنظومة نتاعنا. وين نمشي انا تو؟ يا بابا ريتو النمرو اللي طلبت عليه تو؟ لا ما ريتوش. هذالي ما نعرف مش هري. النمرو اللي طلبتني عليه تو شبيه؟ عاود اطلبني عليه مرة أخرى وجيب لي رقمك. رقم من عند الصادق ولدك. تو نشوف لك شبيه التليفون. باهي داكورد. باهي بابا يرحم والديك تعيش. هي تو بنيتي وين نمشي؟ ما تمشيش يا بابا.
اطلبني برك ما تمشيش، اقعد في بلاصتك ما تمشيش، اطلبني انا وكهو. يرحم والديك بنيتي. تعيش. يعيش. يرحم والديك. هاي هذاك هو كان عندك سؤال اخر اسال بنيتي. لا 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 انت كان عندك سؤال اخر بابا، مرحبا بيك. يرحم والديك بنيتي. يعيشك. ان شاء الله نهارك زين. اي مرحبا بيك. باهي ناوي باش نمشي قبل ما نعلق ساعه.